السلام عليكم ورحمة الله. الحين عندي هذا التنور، أبغي أزين شوية بالانترلوك حواليه هنا، وبالأحجار أحب أسوي شوي يطلع بشكل حلو. بسم الله نبدأ بالطريقة. هاي الطريقة. الحين خلصنا من هالجهة، وكذا الحين هنا خلصنا من هذا الانترلوك. نسوي بالزينة الحصى، أو بالأحجار، هالطريقة. في هذه الحالة نحاول نحط يعني الحجر المقوس في هذه الأطراف، يعني الحصى المربع هنا ما يصلح بقدر الإمكان، اللي فيه يعني نوع من التقويس. بهذه الطريقة الحين نحاول نكمله في الوسط بعد ما يعني سوينا رأس القوس. الحين بنبدأ في الرأس الثاني. بهذه الطريقة نبدأ من تحت، يعني نسوي الأرض مقوسة. بصف الحجر بهذه الطريقة.